نحب افلام احمد حلمي. في كوميديا الناس تخرج يعني مليه فيه. كفو دوران كان كويس بتاع احمد حلمي، وفيلم كلب بلدي برده كان بس احسنهم لفو دوران. دخلت فيلم حمله فريزر، بس بصراحه الفيلم ما عجبنيش. هو طبعا كوميدي وكويس، بس هو المفروض الافلام تكون احسن في كده، في حاجات اللي هي تكون ليها وعي اكتر للشباب. هو احسن فيلم نزل تحت الترابيزه محمد سعد. افلام العيد يعني زي كل سنه كده، يعني في افلام ما لهاش قصه والكلام ده، تمام. فيش الا كام مثلا فيلم اللي هو مثلا بتاع احمد حلمي لف ودوران، ده اللي كويس شويه.